السلام عليكم الشارع الجنوبي يعود مجددا الى المظاهرات المطالبه بفك الارتباط بعد فتره كان السلاح فيها هو الغالب على المشهد ابان تحرير المناطق الجنوبيه من الميليشيا اللافت بحسب كثيرين ان تلك الفعاليات تمت برعايه السلطات دون ما تضييق على الحق في التظاهر هذه التحركات التي عادت الى الشارع الجنوبي في اليمن تشهد بحسب مراقبين تباينات واضحه على كافه الاصعده مع وضع الاعتبار لمدى حساسيه التوقيت التي تجري فيه مع انطلاق مشاورات الكويت والمتابع للفعاليات التي تمت في خور مكسر قد يلاحظ ان ثمه خطابا سياسيا يقفز على شرعيه الدوله التي تحت لافتتها تم تحرير عدن وبقيه محافظات الجنوب وقد كفلت الحكومه الشرعيه هناك والسلطه المحليه اقامتها بل وعملت على تامينها المشهد في الجنوب وان حمل طابعا عاما غاطبا لكنه قد يختلف في طريقه التعبير عنه اذ سبق لاصوات اخرى في الجنوب تحديدا ان وقفت مع خيار الاقاليم فيما ظهرت اصوات من المهر وسقطرى للمطالبه بكيان يخص هاتين المحافظتين الأمر الأكيد أن هناك توجها عاما نحو مركزية الدولة في اليمن وبذلك تطرح تساؤلات اللحظة ما الرسائل التي أراد المتظاهرون في عدن إيصالها وهل ثمة خطابا سياسيا ونخبا قادرة على ترجمة تطلعات الشارع هناك بقدر طموحاته وما دلالة التوقيت باعتبار تزامن التحركات مع مشاورات الكويت وكيف ينظر الشارع الجنوبي إلى نخبه حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة نبدأ نقاش مشاهدين بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير من جديد تعود ساحة العروض في العاصمة عدن إلى الواجهة بعد شهور طويلة خفتت فيها الفعاليات الشعبية نظرا لظروف الاجتياح المسلح للميليشيا الانقلابية لعدن في مارس 2015 تتهيأ عدن لفعالية ستقام يوم غد للحراك الجنوبي بالتزامن مع انعقاد لقاء الكويت الذي ترعاه الامم المتحده بين الجانب الحكومي وميليشيا الحوثي والمخلوع. الفعاليات تكرس مستوى الوعي الجماهيري في الجنوب القائم على السلميه في رفع المطالب لكنه فتح الباب امام تساؤلات بشان التوقيت. مطالب كبيره بابعاد قديمه واجندات متداخله تتعلق بوجود مظلوميه حقيقيه للجنوب. فشلت الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية بمعالجتها نظرا لتشعبها ولتداخل الكثير من الأوراق فيها ثم أسئلة تدور في الكواليس حول تأخر الحل السياسي وغياب الدولة عن المشهد السياسي الداخلي وحول ارتباط ذلك الغياب بتفاقم المشكلة والنزاعات المناطقية والجهوية الباحثة عن خلاص فردي بعيدا عن حل للقضية الوطنية الجامعة تجري الفعالية فيما الجيش الوطني المؤيد للشرعية يخوض معركة استكمال التحرير في شمال شبوة والضالع وبينما لا تزال حضرموت خارج نطاق سيطرة الشرعية وفي الاثناء ينبعث الصوت الحضرمي مطالبا بحقوق يراها اصيلة ومستقلة لا تقل اهمية والحاحا من مطالب الشرق الجنوبي يجري ذلك بينما الشرعية والحكومة منهمكون في هم تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة في عموم الوطن والجنوب منه على وجه الخاص والانشغال بتوفير الخدمات الحياتية التي توقفت بسبب ظروف الحرب وتمثل للمواطن أولوية تتقدم على أي هموم أخرى خلاصة الأمر أن عدن كانت ولا تزال حاضرة في الوجدان الوطني وهموم المواطن ستبقى أولوية يتوجب على المعنيين الاستجابة لها وفق ما تتيحه الظروف من إمكانات وبحسب العوامل المساعدة إذا مشاهدينا الكرام نرحب بداية بضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن باتيس عضو المجلس الثوري بحضرموت مساء الخير أستاذ عبد الرحمن مساء النور أهلا بكم أستاذ عبد الرحمن من جديد تعود ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن إلى الواجهة كيف تابعت ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم بلا شك تابعنا فعالية مليونية أخواننا في عدن التي خرجت لرفع مطالب سلميه مشروعه في الشارع الجنوبي يطالبون بمطالب بغض النظر عن توافقنا او اختلافنا مع هذه المطالب لكن نحن اجمالا مع الخيار السلمي في المطالب باي مطالب مشروعه بلا شك تابع الجميع الخروج في عدن <applause> يعني هل نستطيع القول ان هذا الحراك السلمي هو مؤشر جيد لي عودة الدولة كمكون أو يعني جنوح الناس إلى الحالة السلمية في التعبير عن مطالبهم نعم بلا شك يعني بغض النظر كما قلت عن, عن أي مطالب خروج أي جماعة أو أي مكون بخروج سلمي وفي تجمعات سلمية يطالبوا بحقوقهم المشروعة من وجهة نظرهم نحن كشباب ثورة أو كحقوقيين أو ندعم أي توجه للمطالب تحت لافتة سلمية تحت تجمع سلمي كفلها الدستور وكفلها القانون اليمني وكفلتها القوانين الدولية <applause> طيب ينضم إلينا الآن أستاذ عبد الرحمن رئيس مركز شمسان للدراسات الدكتور عيدروس النقيب مساء الخير دكتور عيدروس أهلا مساء النور يا مرحبا دكتور عيدروس يعني هناك تحركات وحشود سياسية في عدم بالتزامن مع فعالية سياسية مهمة أخرى في المشهد اليمني وهي مشاورات الكويت المقرر انطلاقها يوم الغد في الثامن عشر من ابريل. كيف تجد المشهد السياسي بشكل عام؟ شكرا جزيلا ومساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناه بلقيس الكرام. ما نشاهده اليوم في ساحه العروض في عدن هو ليس بمعزل عن تاريخ نستطيع ان نقول انه طويل نسبيا. منذ العام 2007 عندما انطلقت اول فعاليه احتجاجيه في الجنوب وكانت حينها تطالب بحقوق العسكريين المبعدين قسرا منذ حرب 1994 ويعلم الجميع المسارات التي مر بها هذا التحرك وكيف تبلور وكيف تطور وكيف ازدهر وصار يشمل كل محافظات الجنوب ومعظم المديريات وصار يضم الملايين بطبيعه الحال. طبعا مفردات مليونيه هي مفرده قبل المناقشه لكن ليس هذا هو الموضوع. هذه جزء من مشهد عمومي في ساحه الجنوب يعبر عن رغبه شعبيه باستعاده حقوق للاسف الشديد فشل في الاستجابه لها. نظام المخلوع وتعمد مواجهتها بالقصر والاكراه والقتل واباحه يعني واراقه الدماء وازهاق الارواح ورغم سلميتها وهي استمرت سلميه الى شهر مارس 2015 عندما بدا الاجتياح الثاني الاجتياح الثاني هو من اجبر شعب الجنوب على حمل السلاح، لم يكن الجنوبيون يفكرون بحمل السلاح ولم يتهيأوا لمعركه معسكر عسكري مسلحه ولكنهم وجدوا انفسهم مضطرين وقد جرى ما جرى خلال العمليات المسلحه، اليوم استئناف الفعاليه السلميه في مدينه خور مكسر وهي المعقل الرئيسي للفعاليات السلميه على مدى ما يقارب ثمان سنوات هذا مؤشر على ان الجماهير الجنوبيه متمسكه بالخيار السلمي وانها لم تنتقل الى العمل المسلح الا مكرهه وما يتم اليوم من فعاليه وهو يتزامن مع لقاءات الكويت هو بالتاكيد اريد منه ارسال رساله واضحه حدثنا اكثر عن ذلك يعني تزامن هذه التحركات مع مشاورات الكويت يعني المعلنه عنها في يوم الغد سؤالك كان ماذا يعني حول دلاله التوقيت الذي تفرضه هذه التحركات او التظاهره السلميه في الجنوب التوقيت بالتزامن مع المشاورات الكويت المقرره الذين دعوا الى الفعاليه بالتاكيد هم تعمدوا ان تكون متزامنه مع ما سيجري غدا وبعد الغد في الكويت وهو ان ان المتحاورين يتحاورون على يتحاورون على قضيه عامه تخص الحرب هكذا يقول المتظاهرون ويقول الناشطون الجنوبيين تخص الحرب بين الشماليين نحن لسنا طرفا في في هذه الحرب، كثير من من الجنوبيين يقولون نحن لسنا طرفا في هذه الحرب، نحن حررنا ارضنا طبعا بتعاون ودعم من اخوتنا في قوات التحالف. الشعب الجنوبي دافع عن الشرعيه وان لم يخترها، وكلكم تعلمون وربما يعلم الجميع الكثيرون ان ان غالبيه الشعب الجنوبي لم تدخل انتخابات 21 فبراير. التي توجت الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيسا لكنها دافعت عن عبد الرب منصور حينما انقلب عليه الذين انتخبوه فبالتالي الرسالة هنا أن الشعب الجنوبي متمسك بمطالبه الشعب الجنوبي يعني بعد أن فشلت تجربة الوحدة بين الشمال والجنوب وآلت إلى ما آلت إليه وبعد أن عانى من الحرب مرتين مرة في 94 وكانت نتائجها كارثية ومدمرة ومرة في 2015 وكانت النتائج أكثر كارثية لكنها آه ساهمت لكن في عادة يعني اللحمة نعم إلى الشعب الجنوبي يعني قبل أن نعود إلى أستاذ عبد الرحمن باتيس أستاذ الدكتور عيد روس يعني الآن المشهد في العملية السياسية أو بالشكل السياسي الموجود حاليا هناك رئيس من الجنوب هناك رئيس وزراء من الجنوب المسؤولين الجنوبيين يعني يتواجدون بشكل واضح في التشكيلات الحكومية لربما هناك حتى عدم ظهور للمسؤولين الشماليين في يعني في عدن مثلا يعني هناك من يتحدث عن عدم واقعية المطالب التي تحدث خاصة أن الحكومة الشرعية حكومة عبد ربو منصور هذه التي خرجت من أجلها أو تدخل تم التحالف العربي تدخل في اليمن وفقا لشرعيته وهو يعني أيضا يقاتل أو الشرعية الحكومة الشرعية تقاتل في الشمال في هذا الوقت آه آه هذا الكلام آه فيه من الحق الكثير لكنه ليس القضية المحورية يعني الجنوبيون عندما ثاروا في 2007 كان علي عبد الله صالح يقول نحن حكومة شرعية منتخبون من الشعب فكيف ترفضونا آه الحكومة الشرعية آنذاك أقصد كل الشعب الجنوبي ولم تستبقي إلا من يؤيدها ويدين بالولاء لها و ويشاركها في ارتكاب المظالم والجرائم في الجنوب آه الشرعية الراهنة تدعي انها تمثل كل انها تمثل انها تمثل الجنوب يقول كثير من اخواتنا المحاججين من المثقفين يعني الشماليين انه الرئيس جنوبي ورئيس الوزراء جنوبي وقبل ايام كان نائب الرئيس جنوبي ووزير الدفاع ربنا يفك اسره جنوبي وقائد الامن الى اخره وزير الداخليه الجنوبي لا يريد وزراء هذه هذه النظره هذه هذه النظره هي نظره فيها من من عدم الدقه وكانها تريد من يعني وكان أه. تفهم ان مطالب الجنوبيين ان يكونوا مسؤولين ان يكونوا حكاما أه. الجنوبيون يبحثون عن دولتهم التي دمرها الشرعيون يبحثون عن ارضهم التي نهبها الشرعيون اليوم للاسف الشديد ثورة 2011 وأنا وأنا أحد ناشطيها وأحد يعني المدافعين والمتشبثين بمشروعيتها لم تنجح في إقصاء الذين عبثوا باليمن شمالاً وجنوباً، وعلى الأخص الذين عبثوا في الجنوب. اليوم يتصدر المشهد قادة من الذين ساهموا في تدمير الجنوب، هم الآن يتلهفون لان يرثوا علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي ويعودوا لنا في البلاد من جديد لم ينجح لن لم تنجح الشرعيه في تقديم نفسها على انها معبر عن قوى جديده ذات مشروع جديد ذات, ذات يمن اخر مختلف عن يمن ما قبل 1911 طيب. ولذلك الشعب الجنوبي لا يشعر بان ما يجري يعبر عنه ما يعبر عنه هو ان يستعيد دولته ويعود كما كان في 21 مايو 1990 نعم دكتور طيب دعني ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا دعني اعود الى الاستاذ عبد الرحمن باتيس الاستاذ عبد الرحمن يعني خرجت القوى الثوريه في الحادي عشر من فبراير عام 2011 لمطالبه بدوله مدنيه القوى الجنوبيه دوما ما كانت يعني مناديه بالمشروع الوطني في في اليمن بشكل عام الان انطلاقا من الحديث الذي يتحدث به الاستاذ الدكتور عيدروس وانطلاقا من المطالب التي وجدت بداخل هذه التظاهرات هل يمكن الحديث عن وجود اختلاف في وجهات النظر او في الرؤى من ناحيه ان ما عادت هناك قضيه تجمع في الجنوب مع بالنسبه للشعب في يعني في المناطق الاخرى أم أن هناك أصوات متعددة بداخل الجهة الجنوبية؟ بلا شك، بلا شك هناك أصوات متعددة، أنا أتكلم بصفتي الشخصية أولاً، لكن بصفتي كمواطن من جنوب الوطن أو كمواطن من حضرموت، أنا أختلف تماماً عن الصوت الذي يقول أن ما يدور اليوم هي حرب شمالية شمالية أو المفاوضات أو المباحثات الكويت هي بين أطراف شمالية شمالية. نحن اليوم في تحالف عربي جاء لانصاف الشرعيه في اليمن جاء لاسقاط انقلاب لم تسلم منه لا محافظات الشمال ولا الجنوب جاء لاعاده الشرعيه وقضاء على انقلاب اكتوت به عدن كما اكتوت به صنعاء اكتوت به شبوه كما اكتوت به تعز اكتوت به حضرموت كما اكتوت به مارب التحالف العربي جاء مستنداً إلى مرجعيات واضحه اعلنها ثلاث مرجعيات اليوم الصوت انا قلت في البدايه اننا مع يعني اي خروج سلمي للمطالبه بحقوق لكن انا اختلف على التوقيت عندما ياتي الصوت اليوم متزامن مع مفاوضات الكويت ثم يطالب برفع لافته لا تدعم الشرعيه ولا تدعم الضغط نحو تطبيق قرار مجلس الامن الذي الذي يتجه اليه التحالف العربي اليوم. هنا من يخدم هذا الصوت؟ اذا مال الصوت عن عن هدفه في الضغط على الانقلاب فانه بلا شك سيخدم الانقلاب في التنفيس عليه. هنا اختلف انا مع الصوت الذي يرفع ليقول ان نحن من حقنا ان نرفع مطالبنا نعم انا قلت انا 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 ادعم اي صوت سلمي يطالب بحقه اخواننا في الحراك الجنوبي او غيرهم الساحه الجنوبيه فيها عده لافتات نحن خرجنا في الجنوب خرجنا في 2005 قبل الحراك الجنوبي خرجنا نطالب تحت لافته النضال السلمي لنيل الحقوق ثم جاءت انتخابات الانتخابات الرئاسيه وخرجنا مع الاستاذ فيصل بن شملان ضد نظام علي عبد الله صالح وهنا أقول لو عدنا لو عدنا إلى تسجيلات الحملات الانتخابية في 2006 ربما نجد كثير من الأقنعة التي كانت فيها في, في تلك الأيام تصطف حول نظام علي عبد الله صالح واليوم جاءت لتلبس قناع النضال الجنوبي بغض النظر اليوم عن ما يجري اليوم لكن الصف الـ 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 الجنوب في عدد من الرايات في عدد من اللافتات في عدد من المشاريع التي تدعو إلى دولة من وجهة نظرها ترى أنها هذه الدولة المنشودة طيب. التي تعيد لأبناء الجنوب مطالبهم وحقوقهم انطلاقا من هذه النقطة يعني ومن خلال قراءتك للمشهد السياسي العام باعتبار أن هناك تدخل عربي هل هي خطوة موفقة أن نتحدث عن مطالبة بفك ارتباط في ظل أن التحالف العربي يتحدث عن مرجعيات واضحة وعن دولة يمنية موحدة في هذا الوقت من حق أي شخص أن يطلب ما يشاء بطرق سلمية لكن التوقيت أنا قلت التوقيت اليوم لا غير موفق اليوم الكل يتجه نحو تطبيق قرار مجلس الأمن 22-16 اليوم الكل يقول على الشرعية أن تعود إلى عدن عدن اليوم مش عاصمة الجنوب عاصمة اليمن أعلنت عدن عاصمة للجمهورية اليمنية مؤقتة لأن صنعاء محتلة نحن مع تطبيق قرار مجلس الأمن 22-16 وندفع نحو تطبيق هذا القرار أي صوت يخرج عن هذا الإطار في هذه اللحظة يعتبر يخدم سواء عرفنا أو لم نعرفه يخدم الطرف الآخر لأنه يصرف البوصلة ويشتت الأنظار الى يعني الى الى طريق اخرى، من حقك ان تطلب مطالب مشروعه لكن لتعود الشرعيه الى اليمن وليسقط الانقلاب ثم نعود سويا الى مخرجات الحوار الوطني، اعلنت ثلاث مرجعيات. اولا اسقاط الانقلاب وعوده الشرعيه ومرجعيتها قرار مجلس الامن. ثانيا الانتقال الى الدوله الاتحاديه متعدده الاقاليم و مخرجات الحوار الوطني ووثيقه الحلول والضمانات. ثم المرجعية الثالثة هي قرار مجلس الأمن للقضاء على الإنقلاب لا. لا. القضية الجنوبية واليتها التنفيذية آه. مرجعية الانتقال السلمي للسلطة آه. نعود إلى هذه المرجعيات ترجع السلطة ثم الباب مفتوح لرفع اي مطالب مشروع طيب. دعني اعود الى الدكتور عيدروس النقيب دكتور يعني من الواضح ان هناك الكثير من التباينات بداخل الصف الجنوبي الان وهذا امر بطبيعه الحال يشكل ظاهره صحيه خاصه انه ما زال في الاطار السلمي وهي يعني ضمن حريه التعبير والراي لكن الان فيما يخص التوقيت هذه الرسائل التي اراد المتظاهرون ارسالها هل وفقوا فيها في اطار جو خليجي او مظهر خليجي امام الشرعيه او امام المنظمات الدوليه يتحدث عن اهميه اليمن الموحد الان شكرا طبعا موضوع التوقيت الذين اقاموا الفعاليه واختاروا التوقيت تماما لانهم يريدون ان يبعثوا رساله الى لقاء الكويت ولا اظن ان هذا يشكل خطرا الحقيقه انا اتمنى اتمنى من كل الناشطين والمثقفين والمفكرين وانا اشكر ضيفك في الاستوديو بس اتمنى الابتعاد عن اجواء أيوة الارهاب واعتبار اي صوت لا يناسب الذين في الرياض على انه نصير لعلي عبد الله صالح، كثير من الكتاب وانا احترمهم بالامس اقرا انه انصار ايران يتحركون في عدن، عيدروس الزبيدي عميل ايران، المقاومه الجنوبيه عميل الايران، عميل الايران تطرد قوات ايران من عدن، يعني هذه اللغة رجاء اتمنى ان نكون واقعيين بلاش استخدم يعني تعبير اخر عن هذا يعني الحراك الجنوبي هو من طرد ايران من داخل الجنوب فمفرده انه او انه يخدمون يخدمون المخلوع كيف يخدم المخلوع وهو من طرد قواته من داخل عدن والحق بها ابلغ الهزائم حينما ما تزال المناطق الاخرى تتجرع مراره الاجتياح عوده الى سؤالك التعدد في الساحل الجنوبي هناك اشكاليه يعني الحقيقة أنا لانتقاداتي الكثيرة للحركة السياسية في الجنوب ومن أبرز الانتقادات وجهتها على سلسلة مقالات بعنوان الدعوة إلى جبهة وطنية عريضة تستوعب كل المكونات السياسية الجنوبية لكن مرة أخرى نقول أن التنوع والتعدد هو ظاهرة صحية طالما لم ينتقل إلى طور التصادم والعداء والمواجهة لكن ايضا هذا التعدد والتنوع ممكن يكون سبب في تمزيق الشارع الجنوبي. انا اتفهم ان هناك مجموعه من الاسباب تؤدي الى التنوع، اولا هناك التنوع الطبيعي الذي هو سنه الهيه في هذا الكون، لكن هناك اصابع تلعب بالحركه السياسيه الجنوبيه للاسف الشديد نتيجه لحضور الابويه السياسيه في الجنوب، في الجنوب لم يستطع الجيل الجديد ان ان يفرز قياده قياده جنوبيه شابه جديده تستلم المهمات الجديده ولذلك حضور الابويه السياسيه التي تستدعي القاده التاريخيين نحترم ونجل هؤلاء القاده التاريخيين لكن المهمات الجديده تريد تفكيرا جديدا بعقليه جديده يستوعب نعم دكتور. المهمات الجديده نعم دكتور ف... قبل ان تكمل المعذره تنضم الينا الان الدكتوره جهاد الجفري الناشطه السياسيه مساء الخير دكتوره جهاد اهلا وسهلا مساء سألن النور اهلا وسهلا بكم دكتوره يعني هناك حديث عن ان هناك يعني اولويات لهذه المرحله من بينها تحرير المكلم الميليشيات المتواجده فيها ميليشيات القاعده تحدثوا كذلك عن أيضا تحرير بيحان في محافظة شبوة وهناك الآن هذه التظاهرة التي حدثت في عدن كيف تقرأين الجو العام في المحافظات الجنوبية؟ الذي يحدث الان في الجنوب اولا هو توافق دفعوا عملوا على حج الناس من اجل التوقيت المتناسب مع مفاوضات الكويت، الهدف هو الضغط على مفاوضات الكويت من اجل ادراج القضيه الجنوبيه والاهتمام بالقضيه الجنوبيه. اعتقد انه انت سؤالك بالنسبه لشبوه بالنسبة لمكلا ربما يعني هناك هذا من يتحدث سليم. عن وجود اولويات دكتوره القصد. نعم. الاولويه الاولويه تتحكم بظرفها ظرفها الزماني والمكاني، الان الظرف الزماني جاء بمناسبه اللي هي مفاوضات الكويت فارادوا الجنوبيين استغلال هذا الظرف. فجاءت الأولوية الآن هي استغلال الظرف اللي هو في المفاوضات من أجل توصيل الصوت إلى الأمم المتحدة وإلى العالم يجمع بقضية الجنوب وهذا هو أولوية صارت الآن عندهم وإن كان هناك أولوية ثانية ولكن أعتقد أنه ما يخص مكلا وما يخص شبوه لازم يكون أيضا هذا يكون من أولويات واهتمامات الجيش الوطني والشرعية. طيب الان هناك حديث عن عوده فعاليات سياسيه الى الواجهه يعني تعتبر خطوه ايجابيه كما تحدث ضيفي الكريمين هنا. ما هي الـ يعني الـ الامكانات المقبله او فن الممكن في المرحله المقبله لي بعد ايصال هذه الرسائل التي ود من ارسلها ان يوصلها للمجتمعين في الكويت؟ مجموعة مجموعة من الجنوبيين واللي هم محتشدين لهم مطالب لهم مطالب وأك واهم مطالبهم هو تحرير التحرير كما يقولوا وحق المصير وهذه هي قراراتهم وقناعاتهم ولكن ايضا هناك جنوبيين لهم رغبات وقناعات بالفدرالية وهناك جنوبيين ايضا لا يريدوا الا الوحدة الاندماجية الشعب في الجنوب انقسامات له انقسامات حسب التوجه مثلهم مثل الشمال مثلهم مثل اي منطقه ولكن الآن الظروف الأخيرة والمستجدات الجديدة اللي كانت في الحرب اللي قام بها الحوثي وعلي عبد الله صالح على الجنوب دعا الى انه كثيرين من ايضا من من مقتنعين بالفدراليه من ايضا من الناس الوحدويين اصبحوا مع فكره الاستقلال وتحرير المصير وتحديد المصير هذه كلها الظروف الاخيره ادت الى انه تكاتفوا في الداخل اضافه ادت الى انه الشعور بالظلم والاجرام والعدوان الشديد اللي حدث كثرة الشهداء، كثرة الجرحى، الإهمال للجرحى كلها أسباب ساعدت على إنه الناس تطالب بهذا المطلب، إنما إنما أنا أرسل رسالة لإخواني في الجنوب وأقول لهم بد إنه يكون عندهم توجه سياسي، لا بد إنه يكون الحوار حوار سياسي، المظاهرات تؤدي دور مؤقت لكن العمل السياسي يؤدي دور طويل المدى. يفترض عليهم انهم يعملوا سياسيا ويشتغلوا في المجال الذي يتيح لهم ايصال صوتهم بشكل اقوى والعمل من اجل تحقيق مطالبهم بالاتجاه السياسي. اشكرك جزيل الشكر الدكتوره جهاد الجفري النشطه السياسيه كنت معنا عبر الهاتف. اعود الى ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ عبد الرحمن بتيس، استاذ عبد الرحمن هل من تعقيب سواء على كلام الدكتور عيدروس او الدكتوره جهاد؟ طيب اشكر الدكتور عيدروس النجيب وكذلك الدكتوره جهاد الجفري. انا لا اقول ان ان من يخرج ليطالب بحق تقرير المصير او استقلال الدوله الجنوبيه هو مشروع ايراني لا لم اقول هذا كلام بل اكدت من البدايه ان من حق اي شخص ان يطالب برؤيته برفع رؤيته او مشروعه بطرق سلميه تحت اي سقف انا انا هذه وجهه نظري الشخصيه لكن انا هنا انتقد التوقيت لان مباحثات الكويت ليست مفاوضات ممكن ان تطرح فيها اوراق اخرى غير غير ورقه تطبيق قرار مجلس الامن، مباحثات الكويت هي نحو للخروج باليه لتطبيق قرار مجلس الامن 22/16 لانهاء الانقلاب في اليمن وعوده الشرعيه، نحن مع التحالف العربي الذي جاء لاعاده الشرعيه في اليمن ومع تطبيق قرار مجلس الامن ولذلك اقول ان اي صوت يرفع اليوم غير هذا الصوت، غير هذا الاتجاه هو بلا شك سيخدم الطرف الاخر. يعني اليس من يعني من يعني كما تحدث الدكتور عيد الروس ان هناك ايضا يعني حريه في ايضاح هذا الصوت، وهناك فعليا قصد من قبل المتظاهرين ان تظهر هذه القضيه اكثر في اطار محادثاتي. لن لن تطرح اي ورقه في مفاوضات في مباحثات الكويت غير قرار مجلس الامن، لو كان الموضوع يعني سيطرح لمباحثات او للوضع في اليمن من حق اي مكون ان يطرح مشروعه، احنا نحن استمعنا اليوم او بالامس الى بيان للعصبه الحضرميه تنادي بدوله حضرموت، استمعنا الى الاخوه في في سقطرى والمهره ينادون بصوت المهره وسقطرى يعني المجال مفتوح لاي مشروع لكن ليس اليوم، اليوم نحن نحن في في حرب دائره ما زالت حتى في الجنوب، ما زالت المعارك دائره في شمال شبوه، ما زالت المعارك دائره في شمال صعده في الجنوب. يعني الى الان ما زال الانقلاب و في شمال شبوه في, في 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 الجنوب ما زال لم يتحرر كل الجنوب، ما زال ما زالت حضرموت ليس ليست بيد الشرعيه الى اليوم، ما زالت المكلى ترزح تحت ايدي الجماعات الارهابيه المسلحه. ما زالت هناك اجزاء في الجنوب اذا اذا ما قلنا ان الجنوب تحرر ما زالت هناك اجزاء في الجنوب تحت ليست تحت سيطره الاشريه حتى اذا ما اردنا مثلا اننا نرفع صوت اننا ان نريد دولتنا لنتجه نحو اعاده الشرعيه في اليمن وتطبيق قرار مجلس الامن 2216 نعود بعدها الى مخرجات الحوار الوطني التي ضم التي ضمنت تطبيق او حل عادل للقضيه الجنوبيه في في مخرجات وثيقه الحوار الوطني ووثيقه الحلول والضمانات ثم نعود بعدها إلى الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم لتحكم عدن إقليمها لتحكم حضرموت إقليمها أو إذا ما أردنا أن نأتي بمشاريع أخرى تطرح للنقاش. طيب في هذه النقطة دعني أذهب إلى الدكتور عيدروس دكتور يعني قبل أن تكمل الفكرة التي كنت قد طرحتها أنت يعني هناك من يطرح الكثير الكثير ممن يطرح أن القضية الجنوبية الآن لربما لا يجب أن تأتي في هذه أو ضمن أولويات المرحلة بسبب أن الشرعية الدولية أو الشرعية في اليمن وكذلك المنظمات الدولية سواء الأمم المتحدة أو حتى المنظمات أو الدول الكبرى الداعمة للعملية أو مسار التغير السلمي في اليمن تتحدث عن مرجعيات لا يعني لا تطرح هذه القضيه بشكل كبير فيها، يعني هناك قرار مجلس الامن يؤكد على وحده اليمن في نهايه المطاف، فهل وفق من طرح هذه او من بدا بخروج في هذه المظاهرات في التوقيت؟ وكذلك في ظل وجود مؤثرين دوليين لا ينظرون الى اولويه هذه المرحله كما ينظر لها الجنوبيون. في نظري انه ان المشكله التي يتعرض لها الجنوبيون هي هو ان الجنوب مهمل من من الشرعيات المحليه والاقليميه والدوليه، يعني الجنوب ما يزال منطقه مهمله ويعني لو تذكرنا جميعا أن الثوره الجنوبيه بدات في 2007 قبل ان تنطلق ثورات الربيع العربي التي بعضها نجح وبعضها وئد. آآ 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 للاسف الشديد عندما تقدمت المبادره الخليجيه لم تتضمن اشاره ولو اشاره جزئيه الى لان الذي اعده علي عبد الله صالح بالمناسبه يعني اللي يتذكر الجميع المبادره الخليجيه كانت صناعه دار الرئاسه في انذاك وجاءت مخرجات الحوار الوطني التي علق عليها بعض الجنوبيون بعض الامال بعض الجنوبيين بعض الامال فلتاتي مخيبه اكثر ما قدمته للجنوب انها قسمته الى اقليمين وحولت المشكله الى مشكله جنوبيه جنوبيه وابقت الناهبين في المشهد وهي اقصد مفرده مخرجات الحوار الوطني قرار مجلس الامن لم يطرق للقضيه الجنوبيه لذلك الجنوبيون يقرعون الاجراس عند عند كل باب وعند كل مناسبه ليقولوا للناس ان لدينا قضيه لا تلتفتوا ان نحن دللنا الحوثيين وجبنا جئناهم الى مؤتمر الحوار الوطني وانقلبوا علينا وسلمناهم السلاح وهم وهم من قاتل الدوله منذ 2004 هل يراد للجنوبيين ان يحملوا السلاح حتى يعترف بهم ويمنحوا حقوقهم اعتقد انه التوقيت ربما ربما تقييمي مش دقيق ربما تقييم الاستوديو او الضيوف يرى في هذا التوقيت انه غير دقيق، لكن هم يرون انها مناسبه لبعث رساله قويه للمجتمع الاقليمي والدولي ان لدينا قضيه، تبنوا قضيتنا، فكروا بقضيتنا، لانه حتى 2007 عندما بدا الحوار الوطني 2008 2009 نحن دعونا انا كنت نائب الامين العام للجنه الحوار الوطني، دعونا الجنوبيين للمشاركه في فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه المشترك وقلنا لهم القضية الجنوبية ستحل في إطار الحوار الوطني جاءت ثورة 2011 لم يتم التعرض للقضية الجنوبية وزي ما قلت لك الجنوبيون يشعروا أنهم كالملدوق ثلاث مرات من نفس الجحر ولذلك لم يعودوا يثقوا لا بالمواعيد ولا بالشرعية ولا بالمجتمع الإقليمي إلا عندما إلا يعلن لهم أن من حقهم اختيار طريقهم وهذا يتطلب نضال طويل ولذلك هم يعتبروا هذا جزء من النضال في سبيل الوصول إلى هدف ثورتهم السلمية طيب يعني هناك من الملاحظ دكتور أن القضية الجنوبية يعني هناك من يقول أنها ظهرت يعني أو بالأصح هي ظهرت في خلال الثورة الشبابية وسميت جمعة باسم هذه القضية بحسب ما اذكر، لكن على كل حال دعني اعود الى الاستاذ عبد الرحمن باتيس، استاذ عبد الرحمن يعني انت يعني تطرقت الى ذكر الحديث عن ان هناك مطالب مناطقيه اخرى ظهرت تطلب انفصالا او تطلب حكما ذاتيا وهذا يتفق مع النظره التي تقول ان الاولويه الان ليست لهذه المرحله او ليست لمراحل لي المطالب داخل إطار الشرعية التي تواجه الإنقلاب الآن إذا ما تحدثنا على أن الدولة الاتحادية ذات اللامركزية وذات الأقاليم كخيار مطروح ومتفق عليه إلى حد كبير وإن لم يكن من كل الأطراف تحديدا ما الذي يضطر الناس إلى هذا الخيار في ظل وجود عدم وجود دولة فعليا في كثير من المناسبات أنا أرى أولا أن خروج وظهور مثل هذه الأصوات اليوم التي تطالب بمشاريع غير مشروع الدولة الاتحادية هو يعطي جرس كما قال الدكتور عيدروس يعطي جرس إنذار للشرعية اليمنية وكذلك للتحالف العربي إذا لم تكن هناك جدية نحو تطبيق قرار مجلس الأمن 22-16 وتطبيق مخرجات الحوار الوطني التي تفضي إلى دولة اتحادية متعددة الأقاليم أه وفق المخرجات التي خرج بها خرج بها الحوار الوطني فان هناك لن يكون مشروع واحد في اليمن ستكون عده مشاريع سيتمزق اليمن سيرفع صوت في شرق اليمن في المهره وسقطرة سيرفع صوت في حضرموت سيرفع صوت في الجنوب سيرفع صوت في مأرب يعني هناك حاجه صوت لوجود في حل سياسي للقضيه الجنوبيه يجب, يجب ان ان يحسم القضاء على الانقلاب وتطبيق قرار مجلس الامن والعوده الى ما قبل الانقلاب لتطبيق مخرجات الحوار الوطني والانتقال الى الدوله الاتحاديه متعدده الاقاليم. هو الحل انا من وجهه نظري هو الحل الناجع لكل مشاكل اليمن. سيجد ابناء الجنوب حقوقهم ومطالبهم في تطبيق مخرجات الحوار الوطني اذا ما عدنا اليها وقراناها. سيعد أه سيجد ابناء شرق اليمن المهره وسقطرى مطالبهم وحقوقهم في مخرجات الحوار الوطني اذا ما قرأوها، سيجد ابناء حضرموت كذلك حقوقهم ومطالبهم مكتمله في مخرجات الحوار الوطني لنعد جميعا، لكن اليوم لنركز على انهاء هذا التمرد والانقلاب الذي لن يسلم منه احد، لن يسلم منه احد اذا بقينا نتشتت ونصرف البوصله الى هنا او الى هناك في غير توقيتها في غير وقتها ربما يعني يضع هذا الـ الـ هذه الخطوه الخطوه تضع امل ونفس للانقلاب ان ان يستعيد انفاسه ثم طيب. الطريق ما زالت ما زالت المعارك في تعز على حدود عدن ما زالت المعارك في البيضاء ما زالت المعارك في شبوه ما زالت المعارك في مارب الجنوب ليس بمنع عن المشاكل الى اليوم. طيب من هذه النقطه تحديدا دعني اعود الى الدكتور عيدروس النقيب دكتور يعني هناك دعوات اخرى ظهرت في اطار الجنوب ك يعني كحيز جغرافي عام هناك في المهرة وسقطرى هناك دعوات بإقليم هناك دعوات كما تحدث الأستاذ عبد الرحمن باتيس في حضرموت إذا هناك إشكالية أيضا في أنه يعني ليس إن هناك من صف موحد لكافه ابناء الجنوب في هذه القضيه تحديدا وهناك مخاوف اطرحها الكثيرون من ظهور ايضا دعوات لانفصال مناطق اخرى كيف يمكن مواجهه ذلك اذا؟ شكرا اولا الحقيقه لابد من الاعتراف ان الشارع الجنوبي ليس قولبا ليس قالبا مصمتا مغلق الاطراف وهو يعني من من ماده واحده الكيان الجنوبي او الشارع الجنوبي او الشعب الجنوبي هو متعدد الامزجه والاهواء والرغبات والطموح والتطلعات وهناك بعض الامور التي اشرتم اليها واشار اليها الاخ ضيفك الكريم فيما يتعلق بدعوه في حضرموت ودعوه في سقطرى بس في هذه الجزئيه لو سمحتوا لي عندي ملاحظه انه انا خلال الاسبوع الماضي قرات من كتاب محترمين معظمهم طبعا ناشطين في اطار مؤازره الشرعيه يتهجمون على الحراك الجنوبي ودعوه 17 فبراير في عدن ولا واحد منهم انتقد دعوه العصبه الحضرميه او تكتل ابناء حضرموت او جماعه الاخوه اللي بيطالبون لم ينتقدهم احد وهو ما يعني يعني ادع اترك الجواب لهم ليقولوا لي لماذا هم غاضبون من عدن وليسوا غاضبين من حضرموت او هذه الدعوات الـ 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 التي تتم في حضرموت وفي غيرها. طيب بما تفسر الـ 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 دكتور؟ نعم بما تفسر ذلك انت؟ والله يشوف انا اقول لك ان علي عبد الله صالح قال مقولته المشهوره قبل ان يقول القذافي زنقه زنقه شارع شارع قال انه سيتم الحرب في الجنوب من الطاقه للطاقه. وكان علي عبد الله صالح يعد رجالاته لهذه اللحظه يعني بدات بدا الاعداد بدا حفر الانفاق في عدن في قبل الألفين وربما بعد الألفين بشويه عندما بدات الحركه الاحتجاجيه، بدا تجنيد المرتزقه والقتله وعصابات القتل واليوم هذه الايام بدات تتكشف في عدن آه حبال العمليات الاغتيال التي تجرى في عدن والتي بدات ايضا في حضرموت تمت اغتال اغتيل القائد بارشيد واغتيل قاده كثير يعني جنوبيون مدنيون وعسكريون. الدعوات لتفكيك الحراك الجنوبي وتفكيك المجتمع الجنوبي سياسيا هي تاتي هي هذه اللي تاتي لتصب في في خدمه المنتفعين من ثوره المنتفعين من حرب 94 سواء كان هؤلاء المنتفعون في صف الشرعيه اليوم او في صف الانقلابيين، لان حرب 94 كانت الجائحه التي دمرت الجنوب دمرت الدوله وكونت مصالح عملاقه اصحابها يحرصون على ابقاء الجنوب مفكك، لكنني لا استبعد ان السلطان الكري الكثيري يريد ان يحلم بسلطنته. والسلطان القعيطي يريد يعني يحلم ان يعود الى واجهه الى سلطنته. وسلطان المهرة وسخطرة يريد ذلك يعني هم سياسيا من حقهم ان يفكروا بهذا لكن مستنيش اقول كما يقول زملائنا الاولويه اليوم لدحر الشرعيه اعتقد انه طيب هو القصد لماذا لا يعني تجتمع هذه الفصائل او المكونات تحت اطار الشرعيه المعترف بها دوليا والتي تدافع عنها المنظمات الدولية أو تعترف بشرعيتها المنظمات الدولية ودافع عنها التحالف العربي في هذه الفترة إلى حين الوصول إلى أرضية يمكن فيها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي يعني ساهمت كما يقول كثيرون في حل القضية الجنوبية ما للأسف الشديد في الجنوب الشارع الجنوبي لا يرى حلا لقضيته في مخرجات الحوار الوطني، والجزء الفاعل الذي حضر مؤتمر الحوار انسحب وجرى تصنيع ممثلين جنوبيين في على عجل يعني في اللحظات الأخيرة من من أعمال مؤتمر الحوار الوطني. يعني الجنوبيون شعروا بأن حكايه الاقليمين الجنوبيين هي مؤامره اكثر من ما هي حل وانه يمكن وشخصيا انا كنت من الذين دعوا الى دوله دوله جنوبيه آه الى دوله يمنيه اتحاديه باقليمين بحدود 1990 آه قالوا بعض الزملاء ان هذا سيكون سبب يعني سيكون خطوه على طريق الانفصال هناك شعور بان الانفصال القادم قادم ولكن كيف نتصدى له؟ انا ارى انه حل القضيه الجنوبيه وطمانه الجنوبيين وجعلهم جزء من العمليه السياسيه في اليمن يمكن ان يقيم دوله اتحاديه اقليمين معافاه خاليه من الامراض خاليه من التبعيات وبالتاكيد هي لن تكون نسخه من جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه ولا ولن يكون الجنوب نسخه من الاتحاد الفدرالي للجنوب العربي لكن الاصرار على تقسيم الجنوب وانه وتعبئه ابناء حضرموت بانه يا تكونوا جزءا من الوحده اليمنيه المقدسه او تكونوا دوله معناه ان ان, إن, إن هناك اصرار على عدم الاستجابه للمطالبات الجنوبيين، الجنوبيين طرحوا مطالب مشروعه وبسيطه وهي العوده الى الاعمال، انهاء المظالم، اعاده الممتلكات المنهوبه، رفع حالات القمع والتنكيل التي يتعرض لها لم يستجب فارتفع السقف. اعتقد انه الـ الجنوبيون من الصعب ان يجمعهم الان خصوصا وبكل اسف انا من الذين قابلوا الرئيس عبد المنصور منصور هذه وقلت له انه قبل تحرير عدن كان لقائده وقلت له استوعبوا رجال المقاومه في الجيش والامن وهم سيكونون نواه لجيش وطني قادم جيش وطني يمني وطبعا قال لي انه هناك توجيه بتشكيل ثلاثة الويه من المقاومين الى اخره حتى اليوم المقاومون لم لم يستوعبوا نعم دكتور تفضل اكمل الفكره بعجاله اذا سمحت حتى اليوم المستوع... المقاومون لم يستوعبوا في المؤسسه العسكريه والامنيه لم يتم الاستجابه للمتطلبات الرئيسيه لم تعد الخدمات الى عدن مع عدم قام الهلال الاحمر الاماراتي من خدمات في مجال الصحه نعم. تعمير المدارس نعم. لم ي... لم يتوفر الامن كما يكفي لم تعود الحكومه الى عدن شيء مؤسف أن الحاكم يحكم نعم يحكم عدن ويحكم المناطق المحررة من الرياض عودة الشرعية نعم. إلى عدن سيخلق حاجة حالة من الطمأنينة أن هذه دولة ناوية أن تستمر في المستقبل أشكرك. أما البقاء في الخارج فهو دكتور. لا يخلق طمأنينة عند الناس نعم دكتور شكرا جزيلا لك رئيس مركز شمسان للدراسات الدكتور عيدروس النقيب كنت معنا عبر السكايب بنقطه اخيره وبعجاله استاذ عبد الرحمن باتيس اريد تعقيب على ذلك وهناك اتفاق ربما بينك وبين الدكتور على وجود دوله اتحاديه كحل اساسي لهذه الاشكاليه نعم لكن لا اتفق مع او ربما في جزئيه مما قال الدكتور عيدروس هناك اطراف صحيح من الشارع الجنوبي غير راضيه على مخرجات الحوار الوطني لكن لا اعتقد في طرف في الجنوب لم يكن مع اعلان الرياض. اعلان الرياض جاء لردع الانقلاب <applause> ودعم شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي وعوده الشرعيه الى عدن والى كل شبر في الوطن. وكل أبناء الجنوب بلا استثناء بحسب ما أعلم أنا حتى الرئيس عليه السلام البيض أنا زرته في الرياض لما جاء للرياض وقال نحن ندعم التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن وإعلان الرياض أكد على مخرجات الحوار الوطني وأكد على مرجعية قرار مجلس نعم بهذه النقطة أختم أستاذ عبد الرحمن باتيس ضيفي في الاستوديو في هذا اليوم بهذا مشاهدينا الكرام اشكركم على حسن المتابعه واشكر ضيوفي جميعا على تواجدهم معنا اليوم الى حين الملتقى دمتم والوطن بالف خير الى اللقاء